في اللاذقية دمرت قواتنا المسلحة مستودعا للأسلحة والصواريخ من بينها صواريخ سينجر أمريكية الصنع وصواريخ جراد وعشرات الرشاشات الثقيلة ومدفع يار 23 في ريف اللاذقية الشمالية. وذكر مصدر عسكري أنه تم القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وإصابة آخرين في قرى سلمى والشيخ نبهان والحنبوشية والدرة ووادي الشيخان وعين الجوزة. ومن بين الإرهابيين القتلى المدعو أبو أنس الكويتي. في العراق يشن تنظيم